اهلا وسهلا بيكم في اخبار كريم. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن الاخبار العالميه الحصريه اللي دايما بتكون 100 100 في برنامج اخبار كريم. والفيديو بتاعنا النهارده هيتكلم عن الخبر التالي، ان هو بوجبا قد يعود للملاعب بعد 5 اسابيع. طبعا احنا عارفين ان بول بوجبا انتقل من فريق مانشستر يونايتد الى فريق يوفنتوس الايطالي، وحظه العاسر ان هو قبل ما يبدا الموسم مع فريق يوفنتوس الايطالي اصيب اللاعب اصابه هتؤدي الى غيابه عن الملاعب لمده 5 اسابيع. وكان قال في تقرير سابق وفي فيديو سابق قبل كده، لو انتم متابعين اخبارنا وفيديوهاتنا، ان قدام بوجبا موضوعين لازم يعملهم، حاجه من الاتنين، يا يعمل الاولى يا يعمل التانية، يا اما يعمل قطع للغضروف وده هيغيبه لغايه اخر الموسم، يا اما يعمل استئصال للجزء المصاب فقط، وده اللي هيغيب على اسره لمده 5 اسابيع. خليكم معانا لغايه اخر الفقره عشان تعرفوا تفاصيل الخبر. ذكرت تقارير إخبارية أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم فضل تلقي العلاج على الخضوع لعملية جراحية، وذلك بعد ما اجتمع مع أخصائي للمناقشة بشأن إصابته في الركبة. وأضافت التقارير أن بول بوجبا قد يعود للعب مجددا خلال 5 أسابيع فقط. ورحل بوجبا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي ليعود إلى نادي يوفنتوس، وكان يتطلع إلى انطلاقة جديدة، لكنه تعرض للإصابة في الركبة خلال الأسابيع الأولى من فترته الثانية مع فريق يوفنتوس. واشتكى لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا من الإصابة خلال تواجده ضمن صفوف فريق يوفنتوس في جولة الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد، ودفعت الفحوص الأولية للنادي للإعلان على أن اللاعب يعاني من مشكلة في الغضروف المفصلي للركب. وأثيرت مخاوف حول احتمالات غياب بول بوجبا صاحب 29 سنة عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي في حال قرر الخضوع لعملية جراحية. لكن صحيفة ديلو سبورت الإيطالية كشفت أن بول بوجبا تشاور مع البروفيسور بيرتناند سنوري كوتيت جراح الركبة الشهير عالميا في ليون، وجرى الاتفاق على ان اللاعب هيخضع للعلاج بدلا من العملية الجراحية، وهو ما يعني انه هيعود للملاعب في حوالي 5 اسابيع. وكان بول بوجبا كان لعب دور بارز في تتويج منتخب فرنسا بلقب كاس العالم لموسم 2018 اللي كان بيقام في روسيا، وجاءت الأنباء حول قراره بالخضوع للعلاج لتعزز آمال مشاركته في كأس العالم 2022 المقرر له في قطر إن شاء الله. وكان بول بوجبا قضى 4 سنوات ضمن فريق يوفنتوس ما بين عامين 2012 ل 2016، وتوج معاه بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات قبل ما ينتقل لفريق مانشستر يونايتد في صفقة قياسية عالمية حينذاك بلغت قيمتها 105 مليون يورو، أي ما يعادل 107 مليون دولار. وتنطلق كأس العالم في 2022 في 21 نوفمبر، ويتطلع ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أن يثبت بوجبا المشارك في 91 مباراة دولية قدرته الباقية في الوقت المناسب للمشاركة في المونديال. طبعا بنتمنى في الفترة اللي جاية ان بول بوجبا يخف بسرعة عشان يعود للملاعب بسرعة ويمتعنا بكرة القدم اللي دايما بيقدمها لينا. وفي الفقرة الثانية هنتكلم عن ان دورتموند يبحث عن بديل هرر بعد تأكده بالإصابة لفترة طويلة. خليكم معانا لغاية اخر الفيديو، ما تروحوش في اي ورجعنا لكم
لكم بعد فاصل قصير، ورجعنا تاني للأخبار العالمية الحصرية اللي موجودة في أخبار كريم. الأخبار العالمية اللي دايما بتكون مية مية، ودايما بتورينا كل الحلويات بتاعة الكرة العالمية. ودلوقتي هنبدأ بالخبر بتاع الفقرة التانية، إن دورتموند يبحث عن بديل لهالاند. طبعا احنا عارفين ان هالر انتقل من فريق اياكس امستردام الهولندي وانتقل الى فريق بروسيا دورتموند في الدوري الالماني، ولكن حظه العاسر يؤدي الى اصابته بورم في الخصيه، وده اللي حصل برضو مع بول بوجبا اللي حظه العاسر خلاه يصيب قبل ان يلعب مباراه مع فريق يوفنتوس الايطالي. وعشان كده بدأ فريق بروسيا دورتموند يدور على بديل لهالر، نظرا لان الاصابه هتقعد فتره طويله. فخليكم معانا لغايه اخر الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل الخبر. قال هانز يواخيم فاتسكا الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الالماني لكره القدم إن النادي هيبحث عن مهاجم جديد بعد تأكد غياب هالر لأشهر إثر خضوعه لعملية جراحية بسبب ورم في الخصية. وقال فاتسكا في مقابلة لموقع ما إن هيكون أمر مثالي أن تحسم المسألة في غضون ما بين 8 و10 أيام. وانضم هالر صاحب 28 عام إلى فريق بروسيا دورتموند في يوليو الماضي قادما من نادي اياكس امستردام الهولندي لتعويض فجوة رحيل النجم النرويجي هالاند اللي انضم الى فريق مانشستر سيتي الانجليزي. بعد ما كشفت فحوص طبية ان هالر يعاني من ورم في الخصية، وتبين بعد استئصاله قبل ايام انه ورم خبيث، وهو ما يعني ان اللاعب سيخضع لعلاج كيميائي وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة. وصفوا أن مرض هالر بأنه صدمة للنادي بأكمله، وقال أنه أجل القرار لحين صدور تشخيص واضح وكذلك احتراما للاعب. وقال أن الفريق بحاجة الآن إلى مهاجم آخر لأن وضع كل شيء على كتفي يوسوفا موكوكو البالغ من العمر 17 سنة هيكون أمر صعب كتير جدا، ويستهل فريق بروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني البوندز ليجا في الموسم الماضي مشواره مع فريق باير ليفركوزن في الموسم الجديد يوم السبت المقبل إن شاء الله، اللي أنهى الموسم بتاعه في الموسم الماضي في المركز الرابع. في النهاية بنتمنى التوفيق لهالر وإن هو يعود إلى الملاعب سريعا، وربنا يشفيه إن شاء الله ويعافيه في الفترة اللي جاية. وفي نفس الوقت بنتمنى لفريق بروسيا دورتموند ان هو يقدر يجيب مهاجم يعوض غياب هالر ويعوض رحيل هالاند عن الفريق الدورتموندي. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا على اللايك والشير والسبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في القناة. مع تحياتي لكم جميعا ولكل محبي الأخبار العالمية الحصرية، مع تحياتي كريم جميل.